بسم الله الرحمن الرحيم. إني المتحدث دكتور عماد بكر، أستعرض وياكم اليوم مادة الأسس 1 Foundation of Mathematics 1 المقرر لطلبة المرحلة الأولى قسم الرياضيات كلية العلوم الجامعة المستنصرية للعام الدراسي 2019-2020. علما أن هذه المحاضرة تم إعدادها من قبل دكتور بسام وكذلك من قبل دكتور عماد. قبل ما أن أبدأ أن أستعرض لكم هذه المحاضرة، أود أن أنوه بأن جميع محاضرات هذا المقرر تم رفعه على البروفايل الأكاديمي لكل طالب، فبإمكان الاطلاع عليها. اليوم المحاضرة مخصصة بالتحديد للفصل الثاني لهذه المادة والمسمات نظرية المجموعات سيت ثيوري. هذا الفصل عبارة عن بندين، اليوم فقط راح نخصصه للبند الأول اللي هي تحت عنوان definitions. نبدأ باثنين تعريف definition 2.1.1، واللي بالبداية عرفنا ما هي المجموعة. A set is a collection of objects things، عبارة عن تجمع لأشياء. The things in the collection are called elements أو member or member of the set، أي عضو لهذه المجموعة أو عنصر. فأنت هنا مخير ما بين استخدام مصطلح elements أو member. المجموعة التي لا تحوي أي عنصر تسمى بالempty set، وعادة يرمز لا بالرمز فاي. تعريف 2.1.2 set description. الآن كيف نصف المجموعة؟ هناك طريقتين رئيسيتين لوصف عناصر المجموعة أو لوصف المجموعة نفسها. الطريقة الأولى tabulation methods، هو أن تكتب عناصر المجموعة محددة، أي بذكر جميع العناصر الموجودة في هذه المجموعة كما في المثال الموجود. المجموعة تضم 1, 2, 3, 37, 88. هذه الطريقة بالنسبة للأعداد، المجموعة التي تضم عناصر عدد غير منتهي أو حتى وإن كانت countable غير فعالة. بالنسبة للطريقة الثانية اللي هو ما يسمى بالرول ميثود، هذه أفضل طريقة لكتابة المجموعات الغير منتهية. وعلى سبيل المثال المجموعة ذات E، حيث E يرمز مختصر لكلمة even زوجي، فذات E بمعنى مجموعة الأعداد الصحيحة الزوجية. والأعداد الصحيحة الزوجية كتعريف نحن نعلم بأنها مجموعة الأعداد التي تقبل القسمة على 2 أو تكون من مضاعفات العدد 2. فإذا المجموعة تضم كل الأكس، حيث أكس ما هو إلا من مضاعفات العدد 2، 2 مضروبة بN، حيث N ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة. أو لنأخذ المجموعة الأخرى هذا كمثال آخر، الزد positive أي مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة، حيث بإمكانك طبعا نحن نعلم أن الأعداد الصحيحة الموجبة أن الأعداد الصحيحة إذا تم تحديد الصفر فمن جهة اليمين positive ومن جهة اليسار تكون negative. فإذا مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة هي كل الأعداد التي تكون في هذه المنطقة، أي بمعنى كل الأكس، أي بمعنى كل الأكس التي تكون أكبر من الصفر. طبعا هنا لا توجد مساواة للصفر لأن الصفر ليس بعدد موجب ولا بعدد سالب. إذا نعيد وننوه بأن الرول ميثود هي أفضل طريقة لكتابة عناصر المجموعات الغير المنتهية. الآن ننتقل إلى تعريف 2.1.4 definition 2.1.4، عبارة عن تعريفين رئيسيين. كما عرفنا المجموعة يجب أن نعرف ما هي المجموعة الجزئية وما هي المجموعة الجزئية الفعلية، السبسيت والبروبر.
سبسيت تسمى مجموعة A سبسيت من مجموعة B إذا كل عنصر من عناصر المجموعة A محتوات في المجموعة B. طبعا هذه كجملة بالإنجليزي كجملة. الآن كيف تترجم هذه الجملة رياضيا؟ متى تكون A جزء من X؟ إذا وفقط إذا كل عنصر في A لابد أن ينتمي إلى B. بهذه الحالة نقول بأن A مجموعة جزئية من B. الآن ما هي البروبر سبسيت؟ البروبر سبسيت هي أيضا مجموعة جزئية ولكن تملك صفة إضافية كونها كون احتمال هناك احتمالين سيتم رفعها من التعريف الأول من تعريف السبسيت، وهي أن تكون مجموعة خالية أو تكون تساوي البي. بهذان الشرطين يتميز البروبر سبسيت عن السبسيت. إذن ما هي البروبر سبسيت؟ المجموعة الغير خالية نون امتي سيت والتي تكون كل عنصر فيها أي موجودة في بي وإنه أي لا تساوي بي. طبعا هذا الرمز بمعنى جزئي وشرط المساواة مرفوع من عندها، أي احتمال المساواة غير موجودة ما بين مجموعة وما بين المجموعة بي. إذن أهم ما يميز البروبر سبسيت عن السبسيت العادي هي هذه النقطة كونها لا تساوي فاي وكونها لا تساوي المجموعة الأكبر. فقط هذه الحالة تكون جزء من المجموعة بي. الآن أمثلة examples 2-1-5. طبعا هنا مكتوب examples كون هناك أكثر من example بالنسبة للبند 2-1-5، ولكن أهم أنا اختارت أهم مثال بي اللي هو هذا المثال. المجموعة الخالية دائما الامتي سيت دائما تكون جزئية من أي مجموعة أخرى. المجموعة الخالية فاي دائما تكون مجموعة جزئية من أي مجموعة أخرى، فهذه هي فاي تكون جزء من بي. طبعا هنا المساواة أكو احتمال لأنه البي قد تكون هي فاي نفسها، لذلك تم كتابة المساواة فاحتمال البي تساوي فاي، فبالتالي استخدمنا هذا الرمز بدون كتابته بهذا الشكل. الآن الثيورم 2-1-6 properties of set خواص المجموعات. هناك صفتين هنا رئيسية وخاصيتين رئيسية بالنسبة للسيتس، ما يسمى بالreflexive property والtransitive property. من المعلوم أن المجموعة دائما تكون جزء من نفسها، المجموعة دائما تكون جزء من نفسها، هذه بالنسبة للنقطة أي أي جزء ويساوي نفسه، هذه تسمى بالreflexive property. الخاصية الثانية خاصية الترانسيتيفيتي، إذا كانت أي جزء من بي والبي جزء من سي فإن أي جزء تكون من سي، هذه تسمى بخاصية التعدي، أي جزء من بي والبي جزء من سي إذن الأي تكون جزء من السي. عملية البران ليست بعملية معقدة، راح ننبرهم فقط النقطة الثانية دبل آي. راح نبرهن إذا كان أي جزء من بي وبي جزء من سي فإن أي جزء من سي. الآن إذا طبعا هنا if أي جزء من بي and البي جزء من سي، هذه معطى المطلوب برهانه فقط هو هذا. متى تكون أي جزء من سي؟ هنا يجب أن نركز بأنه يجب أن نثبت بأنه لكل X في A يجب أن ننتهي بأنه X ينتمي إلى سي. إذا تحققت هذه الخاصية فإن أي جزء من سي. فنبدأ البرهان، نستفاد من المعطيات بما أنه أي جزء من بي، فإذا حسب تعريف المجموعة الجزئية السبسيت فإن كل X في A موجودة في B، X ينتمي إلى A يؤدي إلى X ينتمي إلى B. هذه معطى hypothesis بمعنى معطى. الآن نستفاد من خاصية كون البي جزء من سي، بما أنه بي جزء من سي فإن كل إكس في بي يجب أن تنتمي إلى سي. إذن ما هي المحصلة؟ إكس ينتمي إلى أي والأي هو جزء من بي، إذن الإكس ينتمي إلى سي، وبالتالي تنتهي عملية
البرهان. فالعملية ليست معقدة. الآن definition 2.1.7 الباور سيت. if x is a set إذا كانت x مجموعة معطاة فpower of the set power of the x هي أيضا مجموعة ولكن عناصرها عبارة عن مجاميع. ولكن ما هي صفة هذه؟ إنها مجموعة جميع المجموعات الجزئية set of all subset of the x مجموعة كل المجموعات الجزئية من x وتكتب بهذا الشكل. هذه الصيغة الرياضية power of the x تساوي المجموعة A حيث A جزء من X. طبعا نلاحظ هنا بالمقطع الأخير الـ A جزء من X if and only if الـ A ينتمي إلى P of X power of X. هنا يجب أن تنتبه بأن A هنا جزء من X وهنا ينتمي. فإذا الجزء من X هو عنصر هنا رمز الانتماء. الآن ننتقل إلى الأمثلة المتعلقة بالباور وفي الأكس. طبعا يجب أن نعلم بأنه وكما سبق ونشرنا بأن المجموعة الخالية هي مجموعة جزئية من أي مجموعة أخرى فإن الفاي وأيضا من المبرهنة السابقة بأن المجموعة دائما تكون جزء من نفسها أي بمعنى أن أكس هي جزء من أكس والفاي هي جزء من أكس. من هذه الصفات السابقة التي تم ذكرها فإن الباور أوف الأكس هناك عنصرين ثابتين موجودة فيها وهي الفاي والمجموعة أكس نفسها. هذه أول عنصرين موجودة في باور أوف الأكس. الآن المطلوب البحث عن المجاميع الجزئية الأخرى. طبعا المطلوب هي كل المجموعات الجزئية من أكس. بالنسبة لهذا المثال أكس عبارة عن أي وبي وسي. المطلوب كتابة مجموعة كل المجموعات الجزئية التي ممكن تشكيلها من العناصر A و B و C. طبعا المثال محلول وكما تشاهد بأن power of the X تضم 8 عناصر أولها phi وآخرها X. في حالة المجموعات المنتهية والحساب power of the X الرسم الموجود أدنى هي أفضل وسيلة بالنسبة لحساب الـ power of the x. كيف نبدأ؟ أولا نرتب العناصر المعطاة. هنا عندي ثلاثة عناصر A و B و C. طبعا الترتيب غير مهم، الترتيب هنا غير مهم، المهم نرتب من اليسار إلى اليمين A و B و C. A و B و C نبدأ بالمجموعة الخالية كما سبق وأن وهنا power of the x تضم الفاي وتضم الx. المطلوب البحث عن المجاميع الأخرى الموجودة ما بين الفاي وما بين الx. فنبدأ بفاي مجموعة لا تضم أي عنصر، مجموعة تضم لا تضم أي عنصر. هنا نريد أن نضيف العنصر A إلى هذه المجموعة الخالية. فهناك احتمالين، أما نضيفها وهنا نأخذ كلمة يس، أما لا نضيفها هناك احتمال. فإذا أضفناها فمجموعة سوف تضم أي، وإن لم نضف فستبقى مجموعة خالية. هذه بالنسبة إلى أي. الآن أصبحت لدينا مجموعتين بنفس الأسلوب سنسقط المجموعة B، أما سنضيفها إلى المجموعة إلى هذه المجموعة أو لا نضيفها. إن لم نضيفها فتبقى خالية وإن ضفناها ستكون ستضم المجموعة B. أما بالنسبة إلى هذه المجموعة إن لم نضيفها ستبقى A وإن ضفناها ستصبح A مع B. إذن أصبح لدينا الآن أربعة مجاميع وبقت لدينا عنصر واحد العنصر C. بنفس الأسلوب سنسقطها على هذه المجموعة وهذه المجموعة وهذه المجموعة وهذه المجموعة. C إن لم نضيفها ستبقى خالية والC إن ضفناها ستصبح مجموعة تضم فقط C. بالنسبة إلى هذه المجموعة بالنسبة إلى هذه المجموعة إن ضفنا لها إن لم نضف لها C ستبقى فقط تضم B وإن ضفنا لها C ستصبح B مع C. الآن المجموعة الثالثة أي بنفس الأسلوب ونفس التكنيك إن لم نضفها ستبقى أي وإن ضفناها ستصبح أي مع سي.
والمجموعة الأخيرة التي تضم A و B لن نضفها ستبقى A مع B، وإن ضفناها ستصبح A و B و C، علما أن المجموعة الأخيرة هذه هي X نفسها. إذن ما هي مجموعة كل المجموعات الجزئية؟ هذه الثمانية احتمالات، أولها فاي وآخرها X. الآن هنالك لو تلاحظ كيف نعرف بأنه ما تم حسابه هي كل المجموعات الجزئية كعدد بالإمكان معرفتها. طبعا هنا المجموعة هذه تضم ثمانية عناصر، والمجموعة X تضم ثلاثة عناصر، فهناك علاقة ما بين عدد عناصر X وما بين عدد عناصر power of X في حالة العدد المنتهي المجموعة X. طبعا هنا العدد ما هو إلا 2 مرفوعة إلى عدد عناصر X، والتي هي 2 قوة 3 وتساوي 8 عناصر. إذن بالإمكان مبدئيا قبل أن نبدأ بالحساب بأن نحن نبحث عن 8 عناصر، وهذه مذكورة هنا 2 قوة N، حيث N هو عدد عناصر المجموعة X المعطاة مسبقا. الآن بالمثالين هناك هنا ستة أمثلة. بالنسبة للمقطع الأمثلة هذه الـ A والـ double I والـ triple I، هذه أو سبعة أمثلة عفوا، هذه كلها true، يعني عبارات محسوبة بشكل صحيح. هنا ركز على هذا الجزء، على هذه ثلاثة أمثلة، حيث إنها ليست صحيحة، وهنا المطلوب البحث عن الخطأ الموجود في كل حالة. بالنسبة إلى هذا المقطع، بالنسبة إلى الـ I، هذه العبارة خاطئة، المكتوبة عبارة خاطئة، حيث الخطأ هو هذه هنا، كان المفروض كتابتها بهذا الشكل، هذا هو الصحيح بالنسبة إلى I. بالنسبة إلى الدبل I، الخطأ يكمن هنا في هذه المجموعة، كان المفروض كتابتها بهذا الشكل. أما بالنسبة إلى المقطع الأخير فالخطأ يكمن هنا في هذا الجزء، كان المفروض كتابتها بهذا الشكل. وبالتالي نصل إلى نهاية البند الأول للفصل الثاني لمادة الأسس 1.